ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف حمد بن ثابت الجعفري شقيق أحد المفقودين. نبارك لكم بداية ولأهاليكم العثور على أخيكم بصحة وعافية. تحدثتم عن تلقيكم اتصال هاتفي من قبل المفقودين، كيف تلقيتم هذا الاتصال؟ حياك الله عزيزي، وتشرفنا باللقاء معاكم. الحمد لله رب العالمين. من اليوم نحن في اليوم العاشر من فقدان اخواننا وابنائنا، وانا الشابان سالم وعلي اولاد عمي، يعني ابناء عمي. نعم، طيب كيف تلقيتم هذا الاتصال؟ تلقينا الاتصال تقريبا على الساعه قبل اذان المغرب تقريبا بعشر دقائق. كنا من متضامنين، يعني من اليوم الاول للفقدان الى اليوم في نفس المكان على ميناء الأشخرة. نجلس نتجمع إن شاء الله متأملين الخير، والحمد لله رب العالمين. اليوم جاء ثمرة الاتصال والمواقف النبيلة من جميع أبناء الوطن. الاتصال جاء عبر الاتصال عن طريق الثرية لإحدى السفن التابعة لباكستان، فما زالوا هم في عرض البحر. اتصل فيني علي على نفسه على رغم أخوه محمد، وطمنا أن نحن بخير وبسلامة رب العالمين. الحمد لله علي بخير وكذلك سالم بخير، وطمن ان بعد يومين ان شاء الله من بعد الاتصال قبل المغرب ان شاء الله وصولهم الى ميناء كراتشي بعد يومين باذن الواحد الاحد. الحمد لله. طيب من خلال الاتصال الذي دار بينك وبين اخيك، هل لك ان تحكي لنا تفاصيل ما تعرضوا له في البحر؟ تفاصيل يعني نحن اليوم في اليوم العاشر، يعني هم من التاريخ 9/6 فقدناهم وفقدنا الاتصال فيهم. نعم. يعني لتضاريس البحر والرياح الكوس، نحن مثل ما تعرف منطقة بحر العرب هالأيام، يعني من بداية شهر 6 فما فوق تكون تضاريس الهواء مرتفع، يعني والموج مرتفع حالة بدون الوصول. يعني ما حد قصر الحمد لله رب العالمين. شرطة عمان السلطانية قائمة بدورها، وسلاح الجو السلطاني كذلك، والبحرية السلطانية العمانية كذلك، والجهات الخاصة كذلك في بعض السفن الموجودة عن طريق صندوق الاستثمار. نعم. طيب حمد، نعم نعم، ما هي قصة يعني تعرض أخيك وابن عمهم لهذه الحادثة؟ ماذا كانوا يفعلون في البحر، وكيف من خلال تواصلهم معكم أنتم ما أخبروكم عن تفاصيل الحادثة؟ هم يوميا، يعني يوميا هم ينزلوا للبحر، يعني خلال هالأيام تكون معنا أسماك التونة، ويومين يطلعوا ويبحثوا عن الرزق ويرجعوا. علي في نفس اليوم اللي خارج فيه التقى مع أحد من المواطنين على عرض البحر، وتكون معاه ثرية. التقى معاه، كان علي معاه مخترب المحرك، محرك الماطور السفينة الغارب، مخترب يعمل شغال لكن يعمل صوت، في صوت يعني هو شرح لحد الأشخاص قال أني معاي الماطور في صوت وإن شاء الله برجع البر. واخترب عليه في منتصف البحر، وظل علي على 10 أيام دينية ماشي اتصال بيني وبينه، لأن الثرية نفس الحاجة فاصلة ما تشتغل، التليفون انقطعت بيهم جميع السبل وسبل التواصل بيني وبينها لمدة 10 أيام. العشر أيام إن إحنا نبحث والجهات المعنية تبحث، ما حد قصر في طريقة البحث. لكن في نفس الوقت نحن مؤمنين بهالأشياء وحاطين في قلوبنا أن إن شاء الله أنهم يرجعوا بالسلامة. واليوم صار الاتصال مثل ما خبرتك، والحمد لله رب العالمين على عودتهم. الحمد لله على سلامتهم، ونأمل أن يعودوا عما قريب إن شاء الله إلى أرض الوطن. إذن حمد بن ثابت الجعفري شقيق أحد المفقودين، شكرا جزيلا.